السلام عليكم ومبروك عواشركم، واخا يا ربي تسمح لي ما كاين لا عواشر لا والو مقارنه مع الاثمنه ديال الاضاحي اللي ولينا كنشوفوا اليوم في الاسواق المغربيه، وزعما هذا ينده له الجابين ما في الكلمه من المعنى. كتلقى المعاناه ديال الزبون اولا، كتلقى المعاناه بالدرجه الثانيه ديال الكساب نظرا لغلاء المواد الاوليه باش كيبريباري لك انت هذيك الاضحيه اللي غادي تضحي بها. كاين زياده على مستوى البنزين، زياده على مستوى الاعلاف، والغريب في الامر حنا اللي كنشوفوا هو ان الدوله تيقولوا لك بان هنا كاين واحد النوع من الدعم للفلاحه، ولكن حسب الجوله اللي درنا حنايا واللي كنشوفوا فيها الناس الفلاحه، سمعتيني، حتى شي واحد ما استفد من هذا الدعم. الى هاد الاناس اللي كيجيو عندنا الاسواق حنا في مدينه الدار البيضاء وكيكون 1% ما مستفدش من هذا الدعم، اعطيونا فين كيتجلى هذا الدعم. هادو كتبقى مجرد اشهارات ومجرد اكاذيب كتقولوها للمواطن باش كيبرد على راسه، ولكن راه الاثمنه في السوق لا حول ولا قوة إلا بالله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.